كرم المركز الثقافي المصري في نيويورك الفنان المصري محمد رمضان بشهادة تقدير على دوره في مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاح هائل. ونشر محمد رمضان شهادة تكريم من المركز الذي وصفه بأنه فنان موهوب ومبدع عبر حسابه على انستغرام، مهربا عن سعادته البالغة معلقا شكرا المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك. ولم يخلو المسلسل من الأخطاء، حيث صغر عدد من رواد التواصل الاجتماعي من مشهد جاء ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة النجم محمد رمضان، واعتبر متابعي وجمهور المسلسل بأنه خطأ إخراجي كبير للغاية. صورت أحد مشاهد الحلقة 23 زيارة محمد رمضان للفنانة سلوى عثمان في منزلها بالأسكندرية، وتجسد سلوى عثمان دور امرأة فقيرة تعاني ظروف اقتصادية طاحنة، في حين عند زيارة محمد رمضان لمنزلها ظهر المنزل في غاية الجمال، فيقع منزلها في ستانلي بشقة تطل على البحر مباشرة. وعلق المتابعون على هذا المشهد من أهالي الأسكندرية: الشقة أقل سعر ليها 8 مليون جنيه. في معلق آخر بأن مثل هذا المنزل يمكن أن يتخطى 10 ملايين جنيه نسبة لموقعه المميز، وعلق آخرون بأن هذا المنزل ممكن يكون إيجار قديم. والخطأ الآخر هو ظهور الفنان محمد رمضان بشنب مستعار مختلف في الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة عن الشنب الذي ظهر به في الحلقات السابقة طوال أحداث العمل، وذلك في مشهد ذهابه لمنزل سيف لإخباره بأنه والده الذي يبحث عنه منذ 19 عام. وسبب هذا الخطأ جدل بين المتابعين الذين لم يغفلوا عن هذا الخطأ، وجاءت تعليقات بعضها على النحو التالي: الشنب الجديد بتاع جعفر العمدة مجنني، محمد سامي جايب دستة أشنبة لمحمد رمضان.